السلام عليكم، أهلا بكم. النهاردة نتكلم عن أهمية الليمون في حرق الدهون. كوب من المية فيه ليمون بيحتوي على 6 سعر حراري بس. بيساعد الليمون على التخلص من السموم الموجودة بالجسم، بيساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، والأسباب دي بتساعد على تقليل الوزن. الليمون مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي وهضم الطعام، وده بيؤدي لحرق كمية كبيرة من الدهون. يساعد على فقدان الوزن بشكل كبير، وده لأنه بيسبب لك الشعور بالشبع أثناء تناوله. بعض الدراسات المختلفة أكدت إن الليمون بيحرق سعرات حرارية كبيرة لما ينضاف للمية، بغض النظر عن اتباع نظام غذائي أو أسلوب من أي أساليب التمرين. بيحتوي على العديد من العناصر الغذائية وحرق السعرات الحرارية لاحتوائه على فيتامين سي، وأيضا احتواء على مضادات الأكسدة اللي بتساعد في إنقاص الوزن.